الدكتور والمفكر الكبير طارق حجي كتب في 10 يونيو 2023 على حسابه على الفيسبوك: أنور السادات الرئيس المحير. تقييمي لرئيس الراحل السادات معقد، هنا سأركز على موضوعين فقط. نمرة 1، عودة سيناء إلى السيادة المصرية. نمرة 2، إسلام العقلية الجماعية المصرية. من الواضح أن طريقه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى شبه جزيرة سيناء كان من خلال بذل قصارى جهده بالقوة العسكرية، ثم من خلال المفاوضات. إذن كانت السياسة هي فن الممكن، ويجب إعطاء السادات فوق 90% في المرحلتين، مرحلة الحرب ومرحلة المفاوضات. كان لدى السادات الشجاعة ليطلق في 6 أكتوبر 1973 حرب صعبة ضد جيش أقوى بكثير، اللي هي قوات الدفاع الإسرائيلية، حرب قام بها جيشه بشكل أفضل خلال نصفها الأول فقط، وأيضا حرب بدونها. كانت مرحلة المفاوضات مستحيلة، فعل ما بوسعه عبر الحرب، ثم استكمل مهمة استعادة أراضيه المحتلة عبر المفاوضات. كان كلاهما أفضل ما يمكن. بعد أن قلت كل ذلك عن هذا النجاح الهائل الذي حققه السادات في إعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية، أخشى أن ما سأكتبه عن السادات وإسلام العقلية الجمعية المصرية لن يكون إلا في غاية الانتقاد وأكثر. السادات كان إسلامي فكريا لدرجة معينة، أحب أن يصف نفسه بأنه رئيس مسلم لدولة مسلمة. كانت ميوله إلى بدء وختام خطاباته بآيات قرآنية ظاهرة واضحة وغير مسبوقة في الحياة السياسية في مصر الحديثة. بالتوازي مع ذلك، تأثر بشدة بكل من الملك السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأكثر من ذلك بكثير من صديقه المقرب كمال أدهم، الذي كان في ذلك الوقت أفضل رجل في المخابرات السعودية وصهر للملك فيصل. أراد السعوديان إعادة توجيه مصر من موسكو المحترفين لتكون مؤيدة لواشنطن العاصمة. في ذلك الوقت اعتبرت الإسلامية أمرا مسلما به كعنصر رئيسي في حزمة مكافحة الاتحاد السوفيتي. كان السادات واضحا بشكل واضح أنه شخص محترف للسعودية. قام بزيادة النغمة الإسلامية في خطاباته بشكل كبير، وفي الوقت نفسه وظف عددا كبيرا من رجال الدين الإسلامي الذين غادروا مصر في عهد ناصر إلى السعودية. أحد هذه الأشياء سيلعب دورا كبيرا في المشروع الذي يسعى لإسلام البيئة الثقافية العامة في مصر. رجل الدين ده كان الشيخ محمد متولي الشعراوي. عندما ذكرت كل هذا التشبيه للسيدة جيهان السادات على العشاء معها في لندن منذ سنوات قليلة، وبعد خطابها في البرلمان البريطاني، علقت بالكلمات التالية: خلال عامه الماضي قال لي أنور السادات مرارا وتكرارا أن سياسته في استخدام الإخوان المسلمين كان خطأ فادحا. في تلك الليلة نظرت إلي السيدة جيهان السادات وقالت ما يلي: لقد كان خطأ كلفه حياته. كان تعليقي على هذا النحو: هذا صحيح تماما، إنها سياسة أدت إلى اغتيال رئيس السادات على يد مجموعة من الإسلاميين في 6 أكتوبر 1981، لكن هذه الواقعة المحزنة للغاية لم تكن نهاية هذه السياسة، حيث أن مصر والمصريين يعانون منذ 4 عقود من تداعيات حدوث هذا الوباء في مصر، منذ حوالي 50 سنة بمساعدة ملك المملكة العربية السعودية ومخابراته. فعلا سياسة السادات دي غيرت بشكل جذري العقلية الجمعية لملايين المصريين من الانتماء لثقافة البحر الأبيض المتوسط إلى العقلية البدوية للجزء الداخلي من شبه الجزيرة العربية التي أنتجت الوهابية منذ حوالي 276 سنة. انتوا ايه رأيكم في التعليق ده؟ اهو شاركونا في التعليقات. من مقالات الدكتور طارق حجي المفكر الكبير اللي
نشرها وكانت أثارت جدل شديد. المقالة دي كتب فيها إيه بقى؟ ما بين 1952 و1970 كان أنور السادات قريبا من السعودية على عدة مستويات، فرسميا كان منصبه في المؤتمر الإسلامي يجعله قريبا من عدد من قيادات المملكة، وعلى المستوى الشخصي فقد كان السادات شديد القرب من كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية، والأخ غير الشقيق للسيدة عفت أهم زوجات الملك فيصل. وعندما أصبح السادات رئيسا لمصر في أكتوبر 1970 أصبح للسعودية أكثر من شخص من أقرب الناس للسادات مثل كمال أدهم وعثمان أحمد عثمان، وعلى الفور بدأ هؤلاء بإقناع السادات بلعب دور الرئيس المسلم لدولة مسلمة، وواكب ذلك فتح قنوات اتصال بين السادات والإخوان اللي هو عمر التلمساني وغيره. كذلك بدأ مشروع إضفاء صبغة إسلامية قوية على المجتمع المصري من خلال الإعلام بوجه عام وبرنامج نور على نور لأحمد فراج، الذي كان برنامجه التلفزيوني هو المنصة التي انطلق منها عراب سعودة مصر الشيخ متولي الشعراوي، الذي اشتهر وقتها بقوله أنه سجد لله حمدا وشكرا في شهر يونيو 1967 عندما بلغه نبأ تدمير إسرائيل لمعظم الجيش المصري في حرب الأيام الستة. ولم يكن الشعراوي بمفرده، وإنما كانت معه جوقة من نظرائه في الأفكار مثل الشيخ محمد الغزالي. وفي استراحة رئيس الجمهورية في القناطر الخيرية بشمال القاهرة وضعت خطة استعانة السادات بالإخوان في كسر شوكة اليسار المصري، فيما صوره إعلام السادات كمعركة بين مصر اليسارية الكافرة ومصر المسلمة، التي صار رجل ذو أهواء إسلامية رئيسا لها، وأصبح يمعن في إبراز الطابع المسلم لمصر كدولة مسلمة يرأسها رئيس مسلم أحاط نفسه برجال يستهويهم هذا التغيير الجذري في روح ثقافة مصر. وبجانب استعانة السادات بشخصيات قوية الانتماء لتنظيم أو لأفكار جماعة الإخوان، ومنها شخصيات شديدة الخطورة على أفكار الدولة المدنية مثل محمد عثمان محافظ أسيوط، الذي أسس العديد من مؤسسات التعليم الإسلامية بهدف تصديها لليساريين وللمسيحيين، فقد أوغل السادات في مشروع الانصياع للسعودية، وجعل واحدا من أهم رجال السعودية في مصر وهو الشيخ متولي الشعراوي وزيرا بحكومة مصر. وعندما أدرك السادات أن العفريت الذي أخرجه هو من القمقم خلال السنوات الأربع من 1970 ل 1974 قد أسفر عن نيته الوصول لحكم مصر وليس الاكتفاء بمحاربة اليسار المصري، كان وقت الاستدراك قد فات، وما هي إلا سنوات قليلة حتى كانت رصاصات أطلقها إسلاميون يوم 6 أكتوبر 1981 قد أرضت السادات قتيلا في مشهد أوضح للكل عاقبة أي ائتلاف مع الأصوليين الإسلاميين. وكما قلت للسيدة جيهان السادات في مجلس العموم البريطاني في لندن يوم 3 نوفمبر 2015، فإن السادات قد مات يوم 6 أكتوبر 1981 وترك مصر في غرفة مغلقة مع حية رقطاء شديدة السمية هي جماعة الإخوان. ومن غرائب وعجائب دنيانا أن نكون عارفين بقصص عديدة مثل قصة السودان والإخوان، ثم نقبل أن يقول قائل بأن الإخوان فصيل سياسي لا ينبغي إقصائه. فأدبيات الإسلام السياسي ومسيراته خلال أقل قليلا من قرن من الزمان كلها تشير
لبعد لا يمكن إخفاؤه من أبعاد الإسلام السياسي، وأعني أنه بحكم دمجه للمطلق اللي هو الدين في النسبي اللي هي السياسة، لا يمكن إلا وأن تقود مشاركته في الحياة السياسية لتدمير كلي لقيم الحداثة التي من مجملها يتكون المشهد الديمقراطي اللي هو التعددية والغيرية أو قبول الآخر والتعايش المشترك وحقوق الإنسان والنسبية وإطلاق العنان للعقل الإنساني بوجه عام والعقل النقدي بوجه خاص وحقوق المرأة والمواطنة وفصل الدين عن الدولة والتعليم الحر إلى آخره. إلى هنا انتهى مقال الدكتور طارق حجي، وتعالوا نشوف برضو علاقته مع البابا شنودة، وبرضو بيبقى فيها أسرار ولقاء غريب، تعالوا نشوف تفاصيله. ربطت البابا شنودة والمفكر الكبير طارق حجي صداقة ممتدة، ويقول عنها المفكر طارق حجي أنها أثمرت كتابه غير المنشور بلا نظير، والمستوحى من اسم البابا قبل رهبنته وهو نظير جيد. أما عن الخلاف بين البابا شنودة وبين الرئيس السادات، فقال الدكتور طارق حجي: الخلاف لم يكن شخصيا، مشيرا إلى أن البابا كان مثقفا كبيرا، ولكنه لاحظ أن الرئيس يفرج عن عناصر الإخوان المسلمين بطلب من قيادات سعودية في هذا الوقت، وأول من رأى خطر الإخوان هو البابا شنودة نفسه. وأوضح أن السيدة جيهان السادات قالت أن زوجها كان نادما على فتح الطريق أمام الإخوان، وشدد على أن البابا شنودة قال للسادات إن فتح الطريق أمام الإخوان سوف تدفع ثمنه مصر كثيرا، وسوف يدفع ثمنه العقوبات خاصة، مؤكدا أن البابا لم يكن مخطئا في وجهة نظره، والدليل ما يحدث في مصر وما حدث من اغتيال السادات. وكان دكتور خيري وكاتب هذه السطور، يقصد نفسه يعني، هما الوحيدين الذي يذهب البابا شنودة للعشاء ببيتهما. يومها كان الحاضرون هم البابا شنودة والأمير طلال شقيق الملك الحالي اللي هو الملك سلمان، والسيد كمال أدم، والذي هو من جهة شقيق عفة زوجة الملك فيصل ملك السعودية، ومن جهة أخرى فهو كان رئيس المخابرات السعودية عندما أصبح أنور السادات رئيسا لمصر في أكتوبر 1970. يعني الحاضرين هم البابا شنودة والأمير طلال اللي هو شقيق الملك سلمان، وأيضا رئيس المخابرات السعودية. ويكمل دكتور طارق حجي: يومها سألت كمال أدهم اللي هو رئيس المخابرات السعودية، قلت له: هل كان للسعودية أي دور في حالة الأخوانة والهوس الديني التي ضربت المجتمع المصري مع تولي السادات رئاسة مصر؟ فقال لي: بتنسيق ما بين ثلاثة أطراف، هي المخابرات الأمريكية والمخابرات السعودية والتي كنت وقتئذ رئيسها، والرئيس السادات، وضعنا ونفذنا خطة دفع المجتمع المصري للحالة الدينية الإسلامية التي شاعت في مصر وقتها، وكان من أشد مؤيديها شيخ الجامع الكبير وعثمان أحمد عثمان، وعدد من الإعلاميين كان على رأسهم أحمد فراج الذي استقدم من السعودية الشيخ الشهير ليكون رأس حربة هذا المشروع. وأضاف: وقد استبسل بعض المحافظين في خدمة هذا المشروع، وكان أهمهم محافظ أسيوط محمد عثمان الذي وضع خطة معادية لليساريين وللأقباط، وهي الخطة التي نالت إعجاب أنور السادات، وكانت تقوم على تأسيس أكبر عدد من المعاهد الأزهرية وفتح المجال أمام الإخوان والجامعات في الكليات والمعاهد العليا
واستخدامهم للتصادم مع الطلبة اليساريين والناصريين والأقباط. وعلى فكرة الكلام ده اتأكد في السنوات الأخيرة ومن مدونة الأستاذ محمود حسني رضوان الباحث المتميز في شؤون الجماعة الإرهابية، نقرأ المزيد. فيقول في 22 مارس 2018 أدلى الأمير محمد بن سلمان بحديث خطير لجريدة الواشنطن بوست الأمريكية، كشف فيه المستور وفضح أكذوبة ما سماه السلفيون الصحوة الإسلامية، واعترف بأن نشر السعودية للوهابية لم يكن خالصا لوجه الله، وإنما كان استجابة لمطلب أمريكي وتوظيفا للإسلام لخدمة المصالح الأمريكية. ونص الحديث باللغة الإنجليزية موجود على جوجل. وقال ابن سلمان أن هذا كان نتيجة لصفقة سياسية أبرمتها أمريكا مع كل من السعودية ومصر وباكستان، وأن تسويق هذا الفكر الديني المتشدد كان فقط لخدمة المعركة ضد الاتحاد السوفيتي. كان هذا التصريح فضيحة بجلاجل، وقد علقت الواشنطن بوست على هذه الفضيحة بالقول: لقد تأكد الآن أن نشر الوهابية لم يكن سوى أداة من أدوات الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وأن كل هذه المصاحف وتلك المساجد وأغطية الرؤوس والدقون والجلاليب القصيرة إلى آخره، كل هذا لم يكن في الحقيقة سوى مكياج وأزياء تنكرية وإكسسوارات للدور المطلوب تمثيله في فيلم الحرب الباردة، وأن الشعوب الإسلامية كانت ألعوبة في لعبة سياسية قذرة ليس لها علاقة بالإسلام. بدأت القصة في 27 ديسمبر 1979 عندما أقر مجلس الأمن القومي الأمريكي خطة بعنوان الجهاد في أفغانستان ضد الإلحاد، كتبها بريجينسكي مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي. وعلى الفور بدأ بريجينسكي جولة في الشرق الأوسط لإقناع قادة الدول الإسلامية بخطته. بدأ بريجينسكي جولته بزيارة سرية للقاهرة في 3 يناير 1980، حيث قابل أنور السادات، ثم قابل الملك خالد في جدة بالسعودية في 4 يناير، ثم قابل الرئيس ضياء الحق في إسلام أباد بباكستان في 5 يناير. ويقول محمد حسنين هيكل في كتابه الحروب غير المقدسة صفحة 31 أن بريجينسكي دعا هذه الدول للقيام بدور قيادي في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي الملحد الذي غزا دولة إسلامية، وكان بريجينسكي يحمل معه خطة تفصيلية حدد فيها بدقة دور كل دولة في تلك الحرب. فهناك مثلا من يقوم بالتمويل المالي، وهناك من يقوم بالتعبئة وتدريب المقاتلين إلى آخره. ونجح بريجينسكي في إقناع الزعماء العرب بالموافقة على مشروعه والتحمس له دون قيد أو شرط. ويقول محمد حسنين هيكل إن لقاء السادات مع بريجينسكي استمر 3 ساعات ونص. ركز بريجينسكي خلاله على أن كل من الجامع الكبير والإخوان المسلمين سيكون لهما دورا كبيرا في الحرب ضد السوفييت. وأضاف بريجينسكي أن دور الإخوان المسلمين ربما يكون أكثر، خصوصا أن لهم فروعا تابعة لهم في معظم الدول الإسلامية، بالإضافة لأن أكبر القيادات في أفغانستان ينتمون إلى جماعة الإخوان مثل القيادي الشهير عبد الله عزام مثلا. وشدد بريجينسكي على ضرورة التنسيق بين المشايخ والإخوان، وطلب من السادات ساعتها أن يقوم بمهمة توحيد الجهود المشتركة بينهما. وفسر بريجينسكي ذلك باعتبار أن السادات يملك سلطانا على المشايخ، وأنه تربطه علاقات طيبة بقيادات الإخوان. وبالفعل قام السادات والمشايخ والإخوان بالدور المرسوم لهم تماما كما حدده بريجينسكي،
وبدأ تنفيذ المخطط بتصريح للسادات قال فيه إن العالم لا ينبغي أن يكتفي بإصدار بيانات الإدانة للاتحاد السوفيتي، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات عملية. وفي 30 ديسمبر 1979 نشرت الأهرام فتوى مفتي الجمهورية بدعوة مسلمي العالم لمساندة الثوار الأفغان، وبعد سنتين أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه شيخا للأزهر. أما بالنسبة لجماعة الإخوان فقد كانوا عند حسن ظن بريجينسكي بهم وأدوا أدوارا فاقت ما كان مطلوبا منهم، ففي الجامعات المصرية أشعل طلبة الإخوان حماس الطلاب وأقاموا المؤتمرات والندوات ونظموا حملات لجمع التبرعات بالمال والدم، ومن ناحية أخرى وبتكليف من مرشد الجماعة حامد أبو النصر مكث القيادي الإخواني دكتور كمال الهلباوي مدة 6 سنوات متنقلا بين أفغانستان وباكستان لمتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات. وفي كتاب النوم مع الشيطان لضابط المخابرات الأمريكية CIA روبرت باير يذكر المؤلف أن الإخوان كانوا المورد الأكبر للمقاتلين في أفغانستان، وشرح الكاتب بالتفصيل كيف استخدمت أمريكا الإخوان المسلمين للقيام بهذه الأعمال في دول عديدة وخاصة في أفغانستان. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا